وللحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا عبر الهاتف مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور العقيد عادل الدوسري. أهلا بك معنا في نشرة الأخبار، وبداية لو تحدثنا عن أبرز الاستعدادات والخطط المرورية التي تنفذها الإدارة العامة للمرور بالتزامن مع استضافة مملكة البحرين لهذا الحدث العالمي سباق الفورمولا 1. مساء الخير عليك وعلى المستمعين. تنطلق الإدارة العامة للمرور بتنظيم الحدث العالمي لسباق جائزة البحرين الفورمولا 1 من 18 إلى 20 مارس 2022. قامت الإدارة العامة للمرور بترتيب عدد كبير من ضباط ودوريات متحركة ودراجات متحركة على كافة التقاطعات، بالإضافة مع رجال ثابتة على الإشارات الضوئية للتحكم وتسهيل الحركة وضمان انسيابية الحركة من وإلى حلبة البحرين. وبعد انتهاء السباق أعدت الإدارة العامة للمرور خطة في اليوم الثالث لتحويل جميع المسارات إلى عكس السير من مواقف حلبة البحرين الدولية على شارع خليج البحرين وشارع الزلاج، ومن ثم شارع الشيخ خليفة بن سلمان، وإلى شارع الزلاج أيضا للتكملة للاتجاهات. طبعا الاتجاه العادي سوف تكون على شارع الزلاج، الاتجاه المعاكس يصب الحركة المرورية في شارع الشيخ خليفة بن سلمان. نعم، جهود كبيرة ومتميزة تقومون بها لإنجاح هذا الحدث العالمي. العقيد عادل الدوسري مدير إدارة العمليات والمراقبة المرورية بالإدارة العامة للمرور، شكرا جزيلا لك.